السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برايمري فور، عاملين ايه يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير دايما، وحشتوني. النهاردة بإذن الله هنبتدي في البحث اللي بعده اللي هو الطاقة. بصوا يا أولاد، هو هنا طالب مني للطاقة استخدامات كثيرة في حياتنا اليومية، كما تتنوع مصادرها. يعني كده هنتكلم عن مصادر الطاقة. في ضوء دراستك قم بإعداد مشروع بحثي يتضمن ما يلي: البترول والغاز الطبيعي كأحد مصادر الطاقة، استخدام البترول والغاز الطبيعي في حياتنا، جمع معلومات عن قراءة عداد كهرباء منزلي أو إيصال في 3 أشهر متتالية، ومثله بيانا بالأعمدة. ده طبعا هيبقى جزء الماث. حدد الشهر الأكثر استهلاكا والأقل استهلاكا موضحا وجهة نظرك لأسباب ذلك، واكتب اسم كل شهر باللغة العربية وبأحد اللغات الأجنبية. طيب يا ولاد، احنا أخدنا الطاقة، وحاجة سهلة جدا على فكرة. أول حاجة هنبتدي نشوف مصادر الطاقة. عندي مصادر طاقة غير متجددة اللي هي بتخلص من سوء الاستخدام أو من الاستخدام، أو إن احنا نضغط عليها ونستخدمها في حاجات كتير. وعندي طاقة متجددة اللي هي مش بتخلص. الطاقة الغير متجددة: البترول، الفحم، الغاز الطبيعي، الكهرباء الحرارية. المتجددة: الشمس، الأمواج، الرياح، مساقط المياه، الكهرباء الكهرومائية. طيب يا ولاد، هو قال لي أتكلم عن البترول والغاز الطبيعي. أول حاجة يا حبيبي هنبتدي بالبترول. ده مصدر من مصادر الطاقة الغير متجددة، وبيخرج منه مشتقات زي البنزين، وبيستخدم في صناعة الأحبار وأقلام التلوين وصناعة صمامات القلب الصناعية، ويستخدم في المحركات ذات الحركة الداخلي. ده الكلام ده كله يا ولاد أنا جايباه من جوجل، ومن يعني من مواقع كتير زي ويكيبيديا. طبعا استخدامات البترول كانت كتيرة جدا، بس عشان انتوا الصف الرابع الابتدائي، أنا يعني جبت الحاجات البسيطة اللي انتوا ممكن تستخدموها أو تكتبوها. هنقول ان هو بيلوث البيئة ولكنه اقل تلويثا من الفحم. وقامت كثير من شركات البترول بتطوير آليات تصفية البترول وتنقيته ليصبح اقل ضررا للبيئة. يبقى اولاد لما نيجي نتكلم عن البترول هنقول ان هما مصادر الطاقه المتجدده، وبيخرج منه مشتقات زي البنزين، وهنفتح نبحث عن الصناعات، يعني استخدامات البترول. هنلاقي فيه صناعات كتير، هنختار منها كذا حاجة أو اللي احنا عايزينه نحطه نكتبه، عشان ما يبقاش الأبحاث كلها مكررة. يعني أنا اللي أنا بقوله ده كلام استرشادي، تمام؟ ونقول ان هو بيلوث البيئة لكنه اقل من الفحم. وقامت الكثير من شركات البترول بتطوير آليات تصفية البترول وتنقيته ليصبح اقل ضررا للبيئة. ده كله برضو يا ولاد كان على جوجل. ده يا ولاد صورة للبترول. أنا بإذن الله هنزل لكم الصور منفصلة على الواتساب، بحيث إن اللي عاوز يستعين بيها في البحث، وأنتم ممكن برضو تنزلوها من جوجل أو من ويكيبيديا أي حاجة. طيب هنيجي يا ولاد للغاز الطبيعي. ما هو قال لي أتكلم عن الغاز الطبيعي والبترول أهميته. الغاز الطبيعي يا ولاد بيعتبر ثروة اقتصادية، يعني يساعد على ارتفاع مستوى المعيشة. طبعا الغاز الطبيعي من مصادر الطاقة النظيفة، لا يلوث البيئة، ويعتبر من أكثر مصادر الطاقة البديلة أمامنا. يعني احنا لو جينا مثلا نقول طب بلاش نستعمل الفحم عشان هو ملوث البيئة وبيخرج منه ثاني أكسيد الكربون اللي بيلوث البيئة، طب نستعمل ايه؟ طب نستعمل الغاز الطبيعي. طيب بدل ما نستعمل البترول برضو، يعني برضه هو بيلوث البيئة، طب نستعمل ايه؟ الغاز الطبيعي. فالغاز الطبيعي يا اولاد من اكثر مصادر الطاقة البديلة امانا. دي يا اولاد صور للغاز الطبيعي زي ما احنا شايفين، دي كلها صور للغاز الطبيعي، ودي بقى الفحم والبترول والغاز الطبيعي كلهم مع بعض.
طيب استخدامات الغاز الطبيعي يا ولاد بيستخدم في الأنشطة المختلفة. أول حاجة تيجي في بالي إن إحنا مدخلين غاز في البيت وبنعمل منه الأكل وبنسخن منه المية، يبقى يستخدم في الأنشطة المختلفة والأمور الحياتية، ويستعمل في محطات توليد الكهرباء، وبيساهم في صناعة الصلب والبلاستيك، ويستخدم في التهدئة في التدفئة وتسخين المياه. وده كله برضو يا ولاد جبته من جوجل. يا رب تكونوا استفدتوا من المعلومات البسيطة دي. الموضوع سهل يا ولاد، أي سؤال عايزينه ابعتولي على الواتساب وأنا هرد عليكم بإذن الله.